لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن مرور الليل والنهار، مرور الأيام والسنين، يجعل العبد يتذكر أنه مقهور، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. جاء إلى هذه الحياة دون أن يستشار، ويرحل عنها كذلك دون أن يستشار، وفيما بين لحظة البداية والنهاية يمر عليه الليل والنهار دون أن يقدر على تغيير شيء. إنما هو من علامات أن الله هو الواحد القهار، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لا يملك الإنسان لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك لنفسه صحة ولا مرضا، ينام سليما ثم يستيقظ مريضا، وهو في أثناء نهاره يجد المرض قد أتاه لا يملكه ولا يستطيع دفعه إلا أن يوفقه الله عز وجل لذلك، أو ييسر لطبيب أو غيره أن يخفف ذلك المرض. وإلا فليس كل مرض يستطيع الناس تخفيفه، وإنما هو أمر من عند الله، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شهود المعنى، في شهود هذا المعنى، قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه المشاهد التي تعلق قلب العبد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من ذلك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فهو سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، وبدأ سبحانه بذكر الموت لأنه أصل الناس، ثم إليه يولون، كما قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم، هذه المادة التي تتحرك الآن مليئة بالحياة، منذ 100 سنة أو نحوها كانت ترابا، كانت ماء، كانت لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إن خلق الإنسان من أدلة قدرة الله عز وجل، ومن أدلة عزته، ومن أدلة قهره، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إن مرور الشهور والأيام يذكرنا بهذه الحقيقة، أننا لا نملك لأنفسنا شيئا، وأننا لا نملك موتا ولا حياة. مر رمضان، سبحان الله، بأسرع ما يكون، مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة وأن يتقارب الزمان.
حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. شعور الناس بالزمان متفاوت، وكذلك شعورهم بعد رحيلهم عن الحياة أكثر تفاوتا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. حين يقوم الناس إلى القيامة يظنون أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا يوما أو بعض يوم، وكذلك مدة لبثهم في القبور. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، إلا نصف يوم من آخر النهار إلى غروب الشمس، أو وقت الضحى إلى زوال الشمس. هذه هي الحياة. إن سرعة مرور الزمن يؤكد علينا أهمية الاستعداد، بدلا من أن يكون شغلنا الشاغل هو هذه الساعة التي نتعارف فيها، وإنما نستعد لما بعد ذلك. هؤلاء قوم نوح كم بقي لهم؟ مئات الألوف من السنين، أو ربما ملايين السنين، في قبورهم يعذبون في النار والعياذ بالله بأرواحهم، حتى إذا جاء يوم القيامة سلكت الأرواح في الأجساد ثم خلدت في نار جهنم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يلدوا لهم من دون الله أنصارا. أفتستحق الحياة الدنيا هذه الساعة؟ أتستحق أن تقطع من أجلها الأرحام، وأن تسفك من أجلها الدماء، وأن يأكل الناس الربا والميسر والحرام، وأن يغتصب الناس حقوق بعضهم، وأن ينتهكوا أعراض بعضهم؟ أتساوي هذه الساعة هذا الذي يقع في العالم من الظلم والعدوان ومن الشرك والكفران؟ اللهم إنا نعوذ بك من ذلك كله. هذه الساعة توشك أن تنتهي، ليس بيدك أن تحدد لحظة النهاية، بل هو كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. كم من سليم معافى لم يمرض قبل ذلك ثم أتاه المرض، نام فقبض، أو سار فقبض، أو أصيب بحادثة فقبض. الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن هذه المعاني كررت في القرآن لنتذكر، وإن مرور الشهر يذكرنا بهذه المعاني. إننا كأننا كنا منذ قليل في استقبال رمضان، وأننا كأننا بالأمس وإذا به ينتهي، وسابق من سبق، وفاز من فاز، وخسر من خسر، وضاع من عمره من ضاع، وأفطر من أفطر عمدا بغير عذر، وصام من صام، وصلى من صلى، وقرأ من قرأ، وجلس على المقهى من جلس، واستمتع في ظنه بل تنكد بالمسلسلات من تنكد، و فرح مؤقتا ثم غم بوسائل الإعلام التي تدمر القلوب، وقتل من قتل، وسفك الدماء من سفك. كل خرج بحصيلة، وكل كتب في صحيفته ما أملاه، وكل صغير وكبير مستطر.
وكل ذلك بمقدار عند الله عز وجل، قدره سبحانه وتعالى قبل أن يولد الناس، قبل أن تخلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله القلم. فقال له: أكتب. فقال: أكتب ما هو فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا تظنوا عباد الله أن البشر هم من يدبرون الأمر، أو أن أجهزة الدول والمخابرات والجيوش هي التي تملك الأمر. الأمر كله لله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إنما هو البلاء، يبتلى بعضنا ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فاثبتوا عباد الله على الحق، واصبروا واستقيموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند احتضارهم وعند خروجهم من قبورهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله عز وجل من سخطه وعقابه وشر عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي مبخوس حقه قد باع البيعة الخاسرة. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، إن مرور الوقت يذكرنا بحقيقة الحياة الدنيا وسرعة زوالها، وإن من يولد منا ومن يموت كل يوم يذكرنا بحقيقة هذه الحياة، ولنا دور بدأناه في هذه الدنيا منذ ولدنا وسوف ينتهي في لحظة لا نملكها. فأعدوا للرحيل عن الدنيا عدة، وأعدوا للقاء الله عدته، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فيا عباد الله، استعينوا بالله على عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، استقيموا على أمر الله عز وجل فيما أنتم مقبلون. قد ذاق من ذاق طعم القرآن وطعم الصلاة وطعم الذكر والعبادة، ووجد الراحة النفسية والطمأنينة في ذكر الله، وغاب عن ذلك من غاب لكن أمامه ما زالت فرصة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لازم القرآن، فإن القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعلوه بالعمل حجة لكم، ولا تجعلوه بمجرد العلم به حجة علي دون العمل حجة عليكم. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فلا تهلكوا أنفسكم بمخالفة الشر، واستعينوا بالله على طاعته، وتعلموا دين الله عز وجل كتابا وسنة، واحذروا من الفتن والشبهات المضلة التي تغوي كل يوم أناسا يضلون، يعتقدون الباطل ويفعلون المنكر ثم يلقون الله عز وجل على أسوأ حال. قد جعل الله لنا عبرة في أهل الكتاب من قبلنا، قست قلوبهم وحذرنا الله من حالهم، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي كذلك تحيى القلوب بعد موتها، لمن لزم كتاب الله عز وجل وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.